هو يوم من أيام الربيع بشهر أدار، لأعشاب النضرة اتخذت من الأرض رداء أخضر زينته أشجار الزيتون والصنوبر وغيرها من الأشجار الحلوة. هيدا هو حرش بيروت، واحة بقلب عاصمة البيتون. نعم، هي الرئة الوحيدة المكملة لسباق الخيل المقابل. ولكن ماذا يحدث اليوم في هذه الواحة؟ ماذا يجري في حرش بيروت، الواحة بقلب عاصمة البيتون؟ لماذا أقفل الحرش مجدداً إلا للحائزين على إذن خاص من محافظ بيروت؟ ماذا يجري من تجاوزات ومخالفات؟ نقلنا التساؤلات إلى محافظ بيروت، ومن هالمشكلة الضيقة انتقلنا إلى مشكلة أكبر وأشمل، وهي تواجد 1.5 مليون سوري على الأراضي اللبنانية. فمن حرش بيروت نبدأ. حرش بيروت هو شغلة كبيرة كتير ببيروت، محمية طبيعية بيئية خضراء يجب أن نحافظ عليها مهما كلف الأمر. وهي متنفس لأولاد بيروت. نحن كنا أمام حلين، يا أما نفتحه وبالتالي يكون مفتوح للجميع، وجربناها بالفترة الماضية وكان لها انعكاسات سلبية كتير على البيئة تبع الحرش، حيث دخل إلى الحرش آلاف من الناس اللي في منهم منهم فاتين تيمشوا أو تيعملوا رياضة أو تيحافظوا على المنشآت. اصطدمنا بوجود عدد كبير من الناس فاتين يشربوا أراجيل جوا وباربيكيو وبيدخنوا. واحة الهدوء والراحة انقلبت إلى ساحة تجمعات لا تحترم بيئة الحرش ولا نظامه.